اليوم بدون أي مقدمات وبدون أي مساء أو أي ترحيب، قلت لازم أبدأ التغطية على طول بعد ما شفت الكوليكشن الواصل هذا. والله شلته من الكراتين عشان أوريكم هو بسرعة، أشوفه الجمال. ما تخيلت أنه جميل جدا، واصل بالأربع أحجام، هنا الكبير المسطح والصغير المسطح، وهنا الزبدية الكبيرة للإدام والزبدية الصغيرة للسلطة. هنا القطعة بخمسة ريال 75. هلا لبس هنا كمان القطعة بخمسة ريال 75. هلا لبس، لا يفوتكم يا عشاق الأناقة، لها راقي راقي كمان قدام الضيوف وكمان للاستخدام اليومي. جميل جميل جدا، شايفين جمال اللون الأخضر، شايفين كيف رايق. لو تنسقي معاه كمان صحون زيادة تكمل الطقم باللون الأبيض، جمال لا يو. اليوم شكلنا كلنا بننفذ فكرة أنه نغير صحون مطبخنا مع الصحون الجميلة اللي كلها أجمل من بعض. اللي واصل اليوم تحتاري إيش تاخذي وإيش تخلي، رجعت توفرت هذه الصحون وصورتها لكم يوم السبت، وما شاء الله خلصت بسرعة. اليوم رجعت توفرت بالشكلين، هذا الشكل الأول الأنيق والمميز، حقيقي شكل أنيق ما تلاقوا زيه وأبدا، ما هو مكرر لمحبات التميز. وتوفر كمان منه الشكل الثاني الماربل مع اللون الأسود، لسه ما ترتبت كمان هذه، لكن لازم أوريكم أول بأول عشان تيجوا وتلحقوا على القطع الجميلة هذه. هنا القطعة بخمسة ريال 75. هلا لبس. بعد ما خلصت من قسم السيراميك شفت في قسم الفخار إيش اللي رجع توفر، وأخيرا القطعة اللي تطلبوها كثير والقطعة الأكثر طلبا في قسم الفخار مثقال ورق العنب رجع توفر. يا جماعة هذا من القطع اللي والله أخذتها البيت، أنا قطعة جد عملية، دائما نحط فوق الورق عنب صحن او ندور على حاجة كده تثقل فوق الورق عنب. خلاص شركة مجمع الشامل وفرت لك هذه القطعة، بحط لكم فيديو توضيحي كمان لهذه القطعة. قطعة جدا جميلة بتاخذوها من عندنا بخمسة ريال 75. هلا لبس. اصحاب القهوة المفلترة ومحبين القهوة المفلترة وينكم عن فلاتر، شركة مجمع الشامل اللي بالسعر الاقتصادي هذا، شايفين معايا العدد الكبير ما شاء الله ما عرفت عدها، هتاخذوها بخمسة ريال 75. هلا لبس، شركة مجمع شامل ترضي كل الناس وبسعر الاقتصادي نفسه. اليوم أتحداكم في قطعة واحدة ما عجبتكم، كل القطع اللي جات جديدة واللي رجعت اتوفرت أقوى القطع. شوفوا معايا إيش رجع توفر، صحن الكيك الدوار اللي حبيتوه رجع توفر من جديد بالعدد اللي يكفيكم كلكم، لحقوا عليه. شوفوا معايا جمال وجميل جميل جدا، مبدعات بالكيك بالحلا اللي يحبوا يقدموا بطريقة مبتكرة بيفوتكم هذا الصحن. اليوم قاعدة أقول لكم يا جماعة كل القطع اللي واصلة أقوى من بعض، القطع الرهيبة هذه اللي خلصتوها بسرعة ما شاء الله رجعت اتوفرت. هذه القطعة جدا عملية، ليش؟ لأنها من السيليكون، اعتدنا على نشافة الصحون أنها تكون فخامة البلاستيك تتكسر بعد فترة وما تدوم وأبدا مو عملية. هذه القطعة العملية شوفوا كيف هتقدري تطلعيها وتنزليها وتتحكم فيها على حسب احتياجك. توفرت من جديد بسعر 5 ريال 75. هلا لبس. للتنظيم ولمطبخ أجمل وأرتب وثلاجة أرتب وفرنا لك هذه المنظمات، استخداماتها جدا واسعة ومتعددة ومقاسها حلو، والقطعة بخمسة ريال 75. هلا لبس، وباللون الأبيض العملي اللي يناسب مطبخك ويناسب ثلاجتك هحط لكم فيديو توضيحي وصور قد إيش هذا المقسم خدم ناس كثير ونفع ناس كثير، لأنه قطعة جدا مميزة. يعني يا شركة مجمع الشامل ما في حدود لإبداعك وما في حدود لقطعك المميزة. شوفوا معايا الكاسات القزاز اللي واصلة اليوم، نفسي بس تيجوا وتمسكوها وتشوفوا قد إيش جودتها عالية وبسعر 5 ريال 75. هلا لبس، شوفوا معايا أكثر من شكل، شايفين جمال الأكواب، شفناها مواقع الإنترنت لكن دائما شركة مجمع الشامل كل اللي بتشوفوه كل اللي نفسكم فيه بتجيبه هنا وبالسعر الاقتصادي. شايفين الأشكال الجميلة هذه، بحط لكم صور لها وهي فيها مشروبات عشان تشوفوا قد إيش هي جميلة. 1, 2, 3, 4.
الأكواب كل يوم تطوير أكثر وأصناف أكثر. وصلت اليوم كمان أكواب أو حافظات المشروبات الحارة أو الباردة. تبي تروح الدوام وتاخذي مشروبك المفضل معاكي، خذي هذه الحافظة من شركة مجمع الشامل بسعر 5.75 ريال هللة بس. وصلت اليوم بهذا الشكل الأنيق، أكثر من لون، وفي كمان الشكل المعتاد هذا بالحجم الكبير كمان وصل اليوم، اللي يحبوه كمان ممكن للرجال، كمان شكلها جميل أكيد، وفي هذا الحجم أو هذا الشكل كمان بالألوان هذه الأزرق والأخضر والأحمر. الله أبدأ أوريكم جمال الخشبيات اللي واصلة. واصل أول حاجة شكل القلب الجميل هذا بالمقاس الكبير والصغير، إضافة مميزة لبيتك. كلنا نعرف خامة الخشبي كيف تضيف الأناقة والجمال لمنزلك. الخشبية اللي واصلة كل واحدة أحلى من الثانية. شوفوا معايا هذا الشكل اللي واصل، تقدر تحطوا فيه له حبتين من الزرع الصناعي أو الطبيعي. شايفين الجمال كيف؟ تخيليها بالبلكونة، في المطبخ، في المجلس، تنفع في كل مكان. جميل جدا هذا الشكل، حتاخذوه بهذا الحجم بسعر 5.75 ريال هللة بس. هذا الحلوة لسه ما خلصت، شوفوا معايا الجمال هنا، القالب الخشبي هذا حطيت فيه له الزرعة الصناعية هذه باللون الموف. شايفين الجمال حقيقي حقيقي، لو حطيتيها في أي مكان بتعطي جمال والفخامة. وهنا الشكل اللي عجبني أكثر، شايفين معايا الجمال، الخشب من أجود أنواع الأخشاب، وتحط داخلها زرعتك اللي تحبيها أو الزرع الصناعي، كمان جمال لا يوصف. هنا كمان القطعة ب5.75 ريال هلا لبس. الأخير المميز اللي واصل هذا هو، شايفين معايا جماله، تقدر تحط فيه له حبتين من الزرع. شايفين كيف قاعدته كبيرة ما شاء الله، جميل جدا، جاي كده زي شكل الزلاجة الخشبية، جميل جميل جدا. هنا كمان القطعة ب5.75 ريال هلا لبس. معايا القطعة اللي دوبها واصلة، وشوفوا فخامتها، وتوقعوا لإيش استخداماتها بهذه الفخامة وهذا الجمال. هذه العبوة اللي كثير طلبتوها وكمان شفناها في مواقع الانترنت، جبناها هنا لكم بهذه الفخامة، اللون الذهبي واللون الفضي. هذا المقاس 100 ملي لتسهيل استخدام الزيت عليكي، وفرنا لك هذه القطعة. قسم المطبخ اليوم مبدعين، القطع لسه بالكراتين لكن أنا لازم أوريكم هي من بدري عشان تجوا وتلحقوا عليها. توفرت هراسة البطاطس هذه اللي شفناها أونلاين، أنا بنفسي طلبتها أونلاين بسعر فوق 15 ريال. هنا في شركة مجمع الشامل وصلت الحبة ب5.75 ريال هللة بس، كذي حتسهل عليكي هرس البطاطس بدل ما تهرسيها بالشوكة، قطعة جدا عملية. بكرة الجمعة بتزورونا أكيد في شركة مجمع الشامل، كل القطع اللي واصلة رهيبة وعملية وأحلى من اللي تتمنوها واللي كمان بتشوفوها أونلاين. وصلت هذه قطاعة البطاطس اللي كرنكل، كلنا بنشتريها من برا السعر مبالغ فيه بس بسبب قطعة القطاعة هذه، وهنا عندنا بس ب5.75 ريال هلا لبس. حنجيكم كده شكل المغلف، حتاخذوا القطعتين ب5.75 ريال هلا لبس. شوفوا القطعة الرهيبة هذه اللي واصلة، العلاقية مع القاعدة السيليكون، شوفوا كيف حتلصقوها بكل سهولة، تحطيها في مطبخك أو خلف الباب، قطعة جدا جميلة، تعلق عليها المسكات، تعلق عليها ملاعق للمطبخ، جميلة جدا، وب5.75 ريال هلا لبس. وكمان ممكن تعمليها في الديكور زي ما احنا عملنا. عيني ويا جمال اللون الذهبي، عندك مناسبة اليوم أو رايحة لضيوف تبغى تسوي حلاكي الفنان وتحطيه بالعلبة الذهبية هذه، متوفرة عندنا بالمقاسات المختلفة والأشكال المختلفة. شوفوا معايا الرقي للأسرة المنتجة، للناس اللي تحب تقدم الحلا بالطريقة الفنانة، لا تفوتكم هذه العلب بالقاعدة الذهبية مع الغطاء الشفاف من عندنا. مو على الكتكوت اللي واصلة اليوم، مرة عجبتني قلت لازم أوريكم إياها، إذا رايحين في الويكند شاليه استراحة تحطوا فيها الايس كريم، شكلها جدا كتكوت وبلون يفتح النفس حقيقي. تبي تقدمي الايس كريم تاخذيه بعبوة كبيرة، وتبي تحطيه بشيء يفتح النفس كذا بالاحجام الصغيرة، خذي هذه المجموعة لأربع حبات بسعر 5.75 ريال هلا لبس. آخر مرة اهديتي طفلك او طفلتك هدية كذا صغنونة ويحبوها، وصل هذا الباكج 12 حبة من السلايم بألوان مختلفة، تاخذيها هدية تسلي فيها طفلك في الويكند. ها
5 ريال 75 هلا لبس. فنانين بالرسم والفنانات بالرسم، طفلك أو طفلتك ما نسيناهم أكيد، من هدية لطيفة لهم. شوفوا هذه الشنطة، هذه الشنطة غير اعتيادية، هياخدوها هما ويلونوها بالألوان اللي يحبوها واللي يفضلوها ويستخدموها، يتسلوا كمان، يصير عندهم شنطة لطيفة بنفس الوقت. هجيكم بهذا الشكل بكش، تشتري لها الألوان ويلونوها وينبسطوا. النوتات، الأمورات اللطيفات، نحب ندلعهم بالملابس ونحب ندلعهم بكل القطع. واصل عندنا الهيلا هوب البناتي بكل الألوان اللي تحبوها وتفضلوها، الأبيض والأسود وكمان الوردي والموف اللي يحبوهم البنات، تلبس من عمر الولادة إلى 12 سنة. شايفين جمال الألوان رطافتها؟ خدوا هنا القطعة من عندنا ب5 ريال 75 هلا لبس. صغيرتك ودلي لصغيرك، شوفوا جمال القطع الداخلية اللي واصلة للأولاد والبنات الحلوين، شوفوا جمالها، هتجيكم من تحت تكتك. والله هذه القطعة مرة عجبتني لسيدك الصغير، تلبسي عليها شورت جينز مرة كيوت. وهنا كمان لبنوتك الصغيرة، واصل هنا بالكم الطويل، وكمان في هنا للملابس الداخلية بالألوان والأشكال اللي يحبوها. شايفين التشكيلة واسعة ما شاء الله تبارك الله، تلبس من عمر الولادة إلى 3 سنوات. شوفوا الكياتة، والله القطع ما أعرف إيش أصور لكم وإيش أخلي لكم. تخيلي صغيرتك فيها، جميلة جدا القطع بالألوان الزاهية واللي نحبها. يا قلبي ما يتحمل الكياتة هذه كلها اليوم يا شركة مجمع الشامل. إيش القطع الكيوت هذه؟ شوفوا الشراريب اللي واصلة، تستخدميها للبيت مثلا، أرضية بيتك حابة تلبس أطفالك أو مع الخرجات. شايفين الجمال والكياتي، في منها البناتي وفي منها كمان الولاد والأشكال المختلفة. هذه القطع شايفين معاي، حوريكم قاعدتها سيليكون جدا جميلة، حتى ممكن تغنيكي عن الحذاء. شوفوا الجمال، شايفين يعني ممكن تلبسيه هو في البيت إذا الأرضية باردة في الشتاء، وكمان للخرجات جميلة جدا القطع، في منها الولادي والبناتي كلها جميلة، وب5 ريال 75 هلا لبس. الخميس أو الجمعة أو الويكند كله نحتاج كيك مع شاي العصر، كيك سريتا المشهور والمعروف، المعروف لا يعرف، توفر عندنا من العبوة ب5 ريال 75 هلا لبس. المعنى الحقيقي للانهيار قدام هذه الأكواب، شركة مجمع الشامل كل يوم بتزداد جمال وفخامة لعيونكم. نكسر الأسعار، نحطم الأسعار عشانكم. الأكواب الكريستال أتكلم لكم عن جودتها ولا عن ثقلها ولا عن جمالها ولا عن الفخامة ولا عن هذه الميزة الجميلة فيها، يعني مشروبكم الحار أو البارد ما راح يتكب بعد اليوم. القطعة بكم؟ ب5 ريال و75 هلا لبس كما عودناكم. أنا بصراحة راح حبيتها، انت ايش رايكم فيها؟ شوف المزيه انا كيف تسوي. قسم الورد اللي تحبوه، عندكم مناسبه قربت، عندكم دبش تبوا تزينوه بالورد الصناعي، حابه تزيني كيكك بورد صناعي، وكمان ممكن مسكه عندك حفله خطوبه، حفله ملكه، كل الاشكال والالوان اللي تحبوها واللي تناسبكم متوفره. حوريكم الاشكال والالوان اللي متوفره عندنا، كثرة الطلب على هذا القسم ما شاء الله تبارك الله، قلت لازم تغطية الخميس تكون بدايتها هنا. حبدأ بأكثر أشكال اللي تحبوه واللي تستخدموها بالفازات والديكور بيتكم، شكل القمح هذا الجميل، شوفوا معايا في منه اللون الأصفر، وفي شكل الريش اللطيف هذا باللون الأحمر والأورنج، اللي زي كذا يكون إضافة مميزة لمنزلك، تحطيه بفازة شفافة، قطعة أو كوليكشن جدا جميل. أكثر الأشكال اللي عجبتني واللي فعلا تنفع مسكة عروسة خطوبة ناعمة أو ملكة صغيرة، شوفوا معايا جمالها، تاخذيها بس تحط عليها هنا الشريط أو حبوا يحطوا الأسماء، وجميلة تستخدميها، في منها أكثر من لون. كمان هذه من الأشكال الباقات اللي عجبتني، شايفين جمالها، أنا هنا حاطة 3 باقات ب3 ألوان، شايفين جمالها كيف لما تتنسق مع بعض بالألوان الرايقة هذه اللي تفتح النفس، تزيني فيها كوشتك، تزيني فيها بيتك، ترفع لكل حاجة الباقات الجميلة هذه. اللون الأحمر كيف يجنن، اللون الأحمر ما يجي في شيء اللي يخليه أحلى وأحلى، شايفين جمال الباقة اللطيفة هذه باللون الأحمر اللي نفسها في منها اللون الأبيض، الورد الجميل هنا كله الباقة.
5.75 ريال هللة بس. من اللي رجع اتوفر واللي تحبوه واللي يخدمكم الاكواب المعيارية، وكمان معاها بنفس الباكج الملاعق المعيارية، وصلت بأكثر من لون. هذا الباكج جدا جميل للطباخات للفنانات اللي تصير المنتجة تقدم الحلا، خلي أكلك بدقة أعلى مع هذه الأكواب المعيارية. 5.75 ريال هللة بس. لسه أقول لكم ودعوا الأشكال الاعتيادية بعد شركة مجمع الشامل، رجع توفر الفحم الملون. تبغي الفحم اللي بيض وجهك قدام ضيوفك وبالشكل الراقي، خذي الفحم الملون هذا. تبي تبخري قدام ضيوفك، تبي شكل يفتح نفسك وانت تبخري، خذي هذا الفحم الملون الجميل في المغلف 40 حبة بسعر 5.75 ريال هللة بس. التغطية كانت اليوم من قطعة قوية لقطعة أقوى، وأكيد ختام التغطية حيكون بالقطع الأقوى والأقوى كثير. طلبتونا أنه نجيبها، شوفوا إيش توفر. بوكسات الهدايا اللي طلبتوها كثير أخيرا جات، حط لكم استخدامات لها من حساب فرعنا بالرياض، جات وقلتوا متى تجيبوها. جدة جات جدة، وأخيرا شوفوا معايا كيف قطع فخمة فخمة هنا توفرت، بالأسود الرخامي والأسود السادة كمان. شوفوا معايا فخامة الأسود جميلة جدا، شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله، فكرة جدا جميلة الهدية. بوكس فاخر ترى من الخشب الفاخر، وفي معايا جمال البوكس هنا باللون الأبيض كمان. لسه البوكسات الفخمة لا يوقف، الجمال كمان واصل أكثر وأكثر، وصلت كمان بهذا الشكل الرخامي الأسود مع الأدراج، بوكسات فخمة للهدايا. شايفين معايا الفخامة، فكرة مبتكرة الهدية جميلة. هنا ممكن تحطوا كمان الهدية بسيطة صغيرة من فوق، ومعها اللمبات مع الغطاء الشفاف هذا، هتعطي جمال جمال جدا جميلة. هذه القطعة يعني تستاهل أنه ينتهي فيها التغطية بشكل قوي. كمان وصل هذا الشكل الجميل لسه بالكراتين، بس قلت لازم أوريكم الجمال. شوفوا كيف تنفك، شكل رائع فعلا. حتكون هنا في الكتابات وداخل الهدية شكل البوكس فخم، والله توها واصلة، قلت لازم أوريكم كمان كيف جميلة ورائعة. شوفوا معي التفاصيل، اللون الأبيض، ديزاين الرخام مع الرمادي، 5.75 ريال هللة بس. يعني كمان فيها زيادة دوبي، شفت الدرج كمان، يعني اليوم شكلي ما هقفل التغطية، القطعة وأنا قاعدة أصور بتجي. شايفين الجمال، قطعة رائعة رائعة فعلا، لا تفوتكم. تبغوا هدايا مميزة، تبغوا عشان احنا نحب نميزك في ابسط القطع وابسط التفاصيل، وفرنا علبة نكاشة الاسنان هذه او ستاند نكاشات الاسنان، طريقتها جدا مميزة. شوفوا معايا كيف هتكون بهذه الطريقة قدام ضيوفك او على سفرة طعامك، بتضيف التميز فعلا، قطعة بشكل راقي وطريقة مبتكرة. دائما اعتدنا على نكاشات الاسنان بالعلبة الاعتيادية البلاستيك، شكل ابدا مو راقي. بعد اليوم وداعا للاشكال الاعتيادية مع شركة مجمع الشامل، كل المميز والجديد حتلاقوه عندنا. هنا القطعة ب5.75 ريال هللة بس. كل المنتجات الرهيبة واللي تحتاجوها في استخداماتكم اليومية متوفرة في شركة مجمع الشامل، رجعت توفرت كمان ملعقة تحريك القهوة والشاي والمشروبات الحارة. هذه الملعقة بتخدمكم كثير، اللي مثلا في الدوام تسوي لها القهوة أو الشاي، أو ممكن للكوفي كورنر تحطيها قدامك لما تسوي الشاي لما تسوي القهوة، جدا جدا جميلة في المغلف 60 حبة بسعر 5.75 ريال هللة بس.